ولا يخفى عليكم أثر الإمام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل وقد شد إليه الرحال زمنا طويلا، ثم سأل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجابه في 3. قال: كيف أرجع وأقول للناس؟ قال: اصعد على الجبل وقل لهم سألت مالكا في كذا وكذا فأفتاني في 3. شكد السلف قالوا: من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله. فكيف بالناس يا أخواننا اللي بيتجروا؟ زور ربنا من عليه بنوت 5 ولا اسمه شنو؟ وبطارية قوية ونت تمام وخدمة طويلة ممتازة وبقى ينجر وبقى يتكلم في الأعيان والأشخاص ويحدد للدعوة طريقها ثم يبدع أهل السنة. أخوانه دعاة التوحيد والسنة اللي بيحاربوا الشرك والضلال منذ زمن، ويا ليته كان عن علم وكان على قواعد العلماء والسلف. عشان كذا أخواننا الإنسان لو بس فتح اليوتيوب ده وسمع للعلماء وهم يسألون عن أوضح الناس وأوضح الأشخاص وأوضح الجماعات، بتلقاهم بيذكروا الألفاظ أنت بعد مرات بتحس إنه كأنه كلام ده يا أخواننا ما قوي في الزول ده، مع إنه زول ضلال واضح، ويتورعون في الإنسان في الحكم عليه، ويكون ديدن هذا الشخص إنه أول زول بيتكلم في النوازل زي جريدة الدار وداري يعمل ما بعرفه سبقي في الأخبار ولا اسمه شنو، سبقي صحفي مش سبقي خبري، أيوة، وأي سبقي خبري وأي مشكلة هو دائما بيكون في أول القائمة، أول زول أخواننا يضربوا له عشان ما يفتلهم، تلقى المخلوق ده ذات أول زول في القائمة، القائمة بتاعت الإفتاء والتجرع على الفتية. يا أخي أنت ربنا يسر لك من أخوانك من يفتي، يا أخي أنت مالك واجع قلبك ومالك أنت متورط وموقف نفسك أمام مسألة عظيمة. عشان كده أخواننا في ناس يا أخي أنت في مسائل أخواننا ديل جزاهم الله خير بتكون واضحة في مسألة الرد على أهل البدع، شبهة بكونهم ذاتهم عارفينها قبلينا، لكن بعد ده يقوم يشاورك ويسألك كده، أنت أول حاجة ضعفك بيشتد ومعلومتك بتتأكد وتوثيقك بيقوى ونقدك بيكون يعني محكم وتمام، لما ترد على الشبهة بيكون رد قوي ورد متين ورد يعني استأصل الشبهة من كل جوانبه. فنحن نعلم ذلك من إخواننا الأفاضل، وقد يسألوك عن أشياء وعن كتب وعن مسائل وهم أعلم بها، فكيف يا أخواننا الإنسان يبقى راي وبراو ويخلي الناس دي جارية من شرق النيل؟ معلش يا أخواننا مع البنزين المافدة جايين عشان يناقشوا مواضيع زي دي، وزول ما يعرف يقدر المصالح من المفاسد ولا يعرف ينزل النصوص حق تنزيلها، يقوم يتجرأ ويقدم ويفتي ويصير في نهاية المطاف حربا على إخوانه، لأن أخواننا النصوص الشرعية ما بنزلوها بأنه بالحسابات بتاعت الرياضيات، ها؟ حسابات الرياضيات دي ما بتنفع في الشريعة، الشريعة يضبطها فهم السلف، وده بيبقى بعد شوية تكفيري سروري، ده فهم السروريين انه يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله طوالي كفر، واحنا ذاته ما سلمنا معه، الحاكم حكم بغير ما أنزل الله، إذن يساوي شنو؟ الحاكم كافر بعديها نخرج طوالي، ده الشغل بتاع الرياضيات والدنيا والفيزياء. أما في الدين يا أخواننا هذه المسائل لابد أن يرجع فيها إلى من هو أهل ذلك،
ولذلك أخواننا الإنسان حتى لو أنت متأكد من موضوع ودار تتكلم عنه وإنت شايف بمس دعوة الناس فشاور. ربنا قال شنو؟ وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وما أي أمر يصلح أرد عليه أنا. ولذلك أخواننا الأمور التي تتعلق بالناس عامة وبأمور المسلمين الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويرجع فيها إلى إخواني. واحد أخواننا وجهه قبل أيام وناقشوا في موضوع من المواضيع عرفته، وهو كاتب أنا تلميذ فلان وعلان، وقالوا له فلان ده قال لك كده، أبا يتراجع. طيب الفوق ده شنو؟ تكاتب فوق ليش يعني؟ نفهم شنو يعني؟ ولا أنت قاصد شنو؟ ولا موضوعك شنو؟ ولذلك يا أخواننا من أهم الأمور التي يجب أن يتعلم الداعية إنه يا أخواننا في موضوع الفتية يكون تقيل، وإنه الإنسان إذا رد العلم إلى الله ولو كان في أوضح المسائل فإن هذا لن ينقص قدرك، وإنما يرفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى.